يلا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنبدا اللكتشر رقم 5. هنشتغل شويه كده يعني هراجع وهنفتكر مع بعض شويه حاجات. النهارده هنشتغل شويه حاجات كده بسيطه قوي نظري كده، وبعدين هنبتدي نشتغل مع بعض، يعني نحل مع بعض المشكلة في الاستراكشر. ان انت المسألة لازم تتبني قصادك. ليه؟ لان المسألة لو انا اديت لك المسألة وقلت لك والله ادي المسألة وادي حلها، ان بتوين هتتلخبط. فانا دلوقتي احنا امبارح اتكلمنا شوية على ان انا لو عندي اي استراكشر must be in equilibrium state تحت تأثير الاكسترنال ابلايد لود اند رياكشنز. وامبارح اشتغلنا شويه جزارين، جبنا سكينه وقطعنا الاستراكشر. لما قطعت الاستراكشر ظهر لي حاجه اسمها انترنال فورس، والانترنال فورس دي عملنا لها ريزوليوشن لثلاثه انترنال فورس: قوه في اتجاه سنتر لاين اسمها نورمال، وقوه في اتجاه عمودي على السنتر لاين اسمها شير، وقوة عايزة تحني السكشن اسمها البندج مومنتس. وعرفت ان ال N والكيو والام دول عدديا بيساوي محصلة القوة من جهة واحدة من السكشن. النهاردة عايزين نعرف ايه العلاقات اللي هي ريليشنز بتوين، ايه العلاقة ما بين W اللي هي الانتنسي اوف لود وما بين الكيو اللي هو الشير اند البندج مومنت. يبقى انا النهارده عايز اعرف العلاقه ما بين النورمال ما بين الانتنسي اوف لود والشير والمومنت. اولا الشير احنا قلنا ايه هي؟ قوه اللي جايه عموديه على السنتر لاين. على فكره بالعربي شير يعني قص. يعني ايه قص؟ يعني بقصه زي بالظبط كده ما لعيب الكوره بيبقى داخل يجيب جون ويجي الباك يروح مديله هوريزونتال فورس، مديله برجله شنكله تعمل له يقول لك ايه قصه. قصه يعني ايه؟ يعني يعمل له شيرنج فورس. فالقص هي القوه العموديه على السنتر لاين. فانا النهارده هقول لك افرض ان انا جيت قلت لك لو سمحت من فضلك انا عندي كاميرا. الكاميرا دي اهي عباره عن كاميرا على هنج ورولر سيمبلي سبورتد، وادي السنتر لاين بتاعي. والكاميرا دي عليها مجموعه من الاحمال اهمت مختلفين اي حاجه. فبقول لك لو سمحت من فضلك اول حاجه هتقول لي الكاميرا دي تحت في حاله اتزان تحت تاثير الرياكشن اللي هو ار اي، والرياكشن هو اللي هنا ار بي، والاكسترنال ابلايد لود اللي هي بي 1 وبي 2 والحاجات بتاعتنا دي. فانا جيت دلوقتي تخيلت ان انا جبت السكينه وقطعت اليمنت كده صغير. الالمنت ده طوله دي اس. فانا بالظبط كده اللي هعمله ان انا هقول لك لو سمحت من فضلك ادي الالمنت ده هكبره شويه. هقول لك ادي السنتر لاين بتاعي. الالمنت ده طوله دي اس وعليه شويه لود ان هو مهما اذا كانوا متغيرين فعلى طول صغير عباره عن دبليو تن بير متر رن. عند السكشن الاولاني هيظهر لي لازم ثلاثه انترنال فورس. هيظهر لي ان اللي هي النورمال فورس، وهيظهر لي شير اللي هو الشيرنج فورس، وهيظهر لي مومنت اللي هو البندنج مومنت. طيب بعد مسافه دي اس الان دي هتتغير بان زائد دي ان. الشير هيتغير بكيو زائد دي كيو او دلتا كيو، والمومنت بتاعي
هيبقى مومنت ام زائد دي ام. لو سمحت من فضلك الاليمنت ده هو عليه مجموعة من القوة، عندي على الوش الشمال ان وكيو ام، على الوش اليمين عندي ان زائد دي ان وكيو زائد دي كيو وام زائد دي ايه ام. عندي هو شوية لودز اللي هم جايين من يونيفورم لود بيساوي دبليو في الطول الاليمنت اللي هو ال اللي هو اللي انا هقول عليه دي اس. اول حاجه طالما ان الاستراكشر ان ايكوليبريم ستيت يبقى ايتش اليمنت باللودز والانترنال فورس اللي واقع عليه ماست بي ان ايكوليبريم. فانا هقول لك لو سمحت من فضلك هاجي اخد سيجما واي بتساوي صفر فور ذا اليمنت. طيب لو انا اخدت سيجما واي عايزين نكتب معادله اتزان، اللود اللي طالع هاخده بالبوزيتيف واللود اللي نازل هاخده بالنيجاتيف. سيجما واي يبقى كيو ناقص دبليو في الدي اس ناقص كيو زائد دي كيو لازم يساوي صفر. الكيو دي مع كيو دي هيشيلوا بعض يبقى ماينس دبليو دي اس بيساوي دي كيو، او بكل بساطه ان ماينس دبليو بيساوي دي كيو باي دي اس. يبقى ادي اول ريليشن لازم نبقى عارفينها في الاستراكشر، دي اول معادله او اول ريليشن لازم نعرفها. او ممكن اقولها بالكلام ان ميل السلوب الشير بيساوي ناقص كثافه الحمل. يبقى انا اول ريليشن عرفتها ان ماينس دبليو دي بيساوي دي كيو باي دي اس. طيب هاخد معادله اتزان ثانيه، انا هفرض ان النقطه دي هسميها او، وهقول لك لو سمحت معادله اتزان الاخرى اللي اخدها ان سيجما المومنت بيساوي صفر حوالين انهي نقطه؟ حوالين نقطه او. يبقى هقول لو سمحت من فضلك هاخد مومنت اهو، يبقى اقول ام زائد كيو في الدي اس ناقص دبليو. الديستنس دي عباره عن دي اس على 2 في دي اس في دي اس على 2 ناقص ام زائد دي ام، الكلام ده كله يساوي صفر. الام دي هتطير مع الام دي. طيب لو سمحت من فضلك هي دي اس ده مسافه كبيره ولا اليمنتري؟ طيب لو انا عندي واحد صحيح واحد تربيع يطلع بواحد، لو عندي اتنين اتنين تربيع تطلع باربعه. طيب افرض ان انا عندي حاجه صغيره النص تربيع يطلع بكام؟ بربع. طيب البوينت 1 تربيع يطلع بكام؟ يطلع 1%. الله. طب لما انا يكون عندي اليمنت دي اس واربعه يزيد ولا يقل؟ اكيد هيقل. يبقى الاليمنت ده هكتب عليه كده يهمل، وبالتالي ان كيو دي اس بيساوي دي ام، او ان الشير بيساوي دي ام باي دي اس. يبقى دي تاني علاقة هقول لك عليها رقم 2 وانا كده خلصت. يعني ان ميل البندنج مومنت بيساوي الشير. ودول الريليشنز اللي انا لازم ابقى عارفهم كويس قوي وانا بحل ستراكشر، لان وانا بحل المسألة ممكن استنتج حاجات لطيفة. يبقى دلوقتي انا عرفت كويس قوي ان ميل المومنت بيساوي الشير، وعرفت ان ميل الشير بيساوي ناقص الانتنسي اوف لوب. انا دلوقتي هعمل حاجه لطيفه جدا. هعمل ايه؟ هعمل برشامه. يعني ايه برشامه؟ هعمل كده سمري عشان لما اجي احل اعرف احل كويس قوي. النوتس دي هنخليها جنبنا واحنا بنحل.
اول حاجه قلت عليها هلخص اللي انا قلته، يبقى ماينس دبليو بيساوي دي كيو باي دي اس. ادي اول ريليشن، يعني ان ميل الشير بيساوي ناقص كثافة الحمل. تاني حاجة ان الشير بيساوي ميل البندنج، يبقى الشير بيساوي ميل البندنج. ميل يعني سلوب طبعا. رقم ثلاثة، هنقول بالنسبة واحنا بنحل هلاحظ ان انا عندي دروب ان شيرنج فورس دايجرام اللي احنا اتكلمنا عليه ات ايتش كونسنتريتد لود، يعني عند كل بي. أربعة، دروب إن بندنج مومنت دايجرام ات ايتش كونسنتريتد كابل، لما يكون عندي في مومنت ام على المسألة ألاحظ إن البندنج مومنت هيحصل له دروب، هيبان الكلام ده كله في الحل. لو سمحت من فضلك الماكسيموم بوزيتيف بندنج مومنت بين التو سبورتس بين الركيزتين ات بوينت اوف زيرو شير، طبعا عشان الده يكون المومنت يكون اقصى حاجه يبقى لازم يكون الميل بتاع البندج بيساوي صفر، وانا عارف ان ميل البندج هو الشير، يبقى الماكسيمم بوزيتيف بندج مومنت بين تو سبورت ات بوينت اوف زيرو شير. رقم ستة، هقول لك عند رسم الشيرنج فورس دايجرام نبدا من جهة اليسار، نبدأ من ناحية الشمال ونعمل ايه؟ ونطلع مع الطالع وننزل مع النازل، هتلاقي البندنج مومنت دايجرام اترسم زي الفل. اخر نقطة، وي كالكوليت البندنج مومنت ات الفولوينج سيكشنز، بحسب البندنج مومنت عند خمس مواضع في المسألة. نمرة واحد، أول واخر الكاميرا. رقم اتنين، عند كل حمل مركز عند كل اتش كونسنتريتد لود. تلاته، عند تغير كثافه الحمل. الكلام ده كله هيبان شرحه في المسائل، بس انا بلم لك النقص عشان وانت بتحل تبقى بتفكر. طبعا ده لو في حمل مركز، ده النقطة لو عندي ان هو W1 وعندي W2 فلازم احسب عند السكشن ده. رقم اربعة، عند كل كسرة، يعني لما السنتر لاين بتاعي يبقى كان ماشي افقي ونزل مال او نزل رأسي، يبقى عند كل كسرة من دول لازم احسب المومنت. اخر نقطة، قبل وبعد الكابل.
ويرسم جهة ذيله السهم ويوقع عمودي على السنتر لاين. الكلام ده كله هستفيد بيه وانا بحل، هستفيد بيه وانا بحل. وخد بالك ان all values of normal force, comma, shearing force and bending moment must be plotted. يعني توقع اهو فرانك عربي، شويه انجليزي وشويه عربي، عشان اللي مش فاهم عربي يبقى يفهم بالانجليزي، واللي مش فاهم انجليزي يفهم بالعربي، واللي مش فاهم عربي ولا انجليزي ممكن نشرح بالفرنساوي او بالهندي. perpendicular on center line، كل القيم يجب ان توقع عمودية على center line. طيب انا دلوقتي هعمل ايه لو سمحتم؟ انا دلوقتي هبدأ احل مسائل، وكل ما احل كل ما هفهم، وكل ما احل كل ما هتدرب، وكل ما هتدرب كل ما هستوعب الموضوع اكتر. واحنا عارفين طبعا ان احنا قلنا ان عندنا امثله في الاستراكشر ان الايد البطاله نجسه، يجب ان انت تحل بايدك. وعشان كده انا عامل المحاضرات دي مخصوص عشان باين لك هاو تو سولف. انت لو فتحت اي تكست بوك او اي حاجة هتلاقي المسائل والمسائل وخلاص ودي الحل. طب في النص ايه اللي حصل؟ هو ده اللي انا عايز ايه اوصله لك. فلو سمحت من فضلك، احنا كده كل حاجة يا جماعة موجودة عندنا في الهاند اوتس، فكل حاجة انا بكتبها عشان تبقى عارف. بس دلوقتي انا عايز اشرح الحالات يعني ايه. فاكرين انتوا زمان كنا ناخد حاجة اسمها ايه؟ تمرين مشهور. يعني ايه تمرين مشهور؟ يعني تمرين كده كيس كأنها نظرية، من كتر ما بنقابلها بقت مشهورة عندنا. وفي حاجات في الاستراكشر اي مهندس عنده بس خبرة شوية بسيطة من غير ما يفكر يقدر يعرف شكل الانترنال فورس عندي هتكون شكلها ازاي. فانا دلوقتي هبدأ اشتغل في حاجات اسمها الستاندرد كيسز، الحالات القياسية. والحالات القياسية دي هنبتدي نشتغل فيها. لو انا عندي كانتليفر، لو انا عندي كانتليفر، لو انا عندي كانتليفر، اول حاجه لو عندي كونسنتريتد لود، لو انا عندي مومنت، لو انا عندي يونيفورم لود. واليونيفورم لود هنقوله في اخر الايه، لو ده الطول ده اسمه ال، الطول ده اسمه ال، والطول ده اسمه ال. وقلت لك لو سمحت من فضلك ارسم لي الشيرنج فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. عايز ارسم الشيرنج فورس والبندنج مومنت، عايز ارسم الشيرنج فورس والبندنج مومنت. فلو انا جات لي اي مساله هتبتدي تفكر معايا كما يلي. نمره واحد، لو الطول ده ال هاخد سيجما اكس يبقى ده بصفر، سيجما واي لو ده نازل يبقى ده طالع، يبقى ده مقداره بي، يبقى المومنت اللي هنا ده عباره عن بي في ال. وادي شكل الرياكشن. النورمال فورس الاكس بصفر والكاميرا افقيه يبقى النورمال بصفر. طيب عايز ارسم الشيرنج فورس دايجرام. الشيرنج فورس دايجرام هبدا من جهه الشمال، هطلع بي، هفضل ماشي كونستنت، هقابل بي. الله ينور عليك، ده بي بي، ادي الاشاره بتاعتي، يبقى انا رسمت الشيرنج فورس دايجرام. وعملت ايه؟ بديت من الناحيه الشمال، طلعت مع اللي طالع ونزلت مع النازل، لقيت عندي طالع بي
فضلت ماشي كونستانت، نزلت بي قفل معايا يعني سيجما واي بتساوي صفر. طيب البندنج مومنت هحسب بندنج مومنت فين؟ اول واخر الكاميرا عند كل كونسنتريتد لود، عند تغير انتنسي اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. انا عايز ارسم البندنج مومنت في الحاله الاولانيه. لو سمحت من فضلك اول الكاميرا هنا المومنت بكام؟ بصفر. اخر الكاميرا المومنت ان هو بي في ال، ويرسم جهه دي للسهم، يبقى ادي البندنج بتاعي فوق الديتم بالنيجاتيف، تحت الديتم بالبوزيتيف. يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده عباره عن البندنج مومنت دايجرام. طيب لو انا جات لي مساله والمساله دي عباره عن كانتليفر وعليه كابل سيجما اكس بصفر سيجما واي بصفر، المومنت بتاعتي لو ده ام يبقى ده ام، الشيرنج فورس دايجرام يطلع بصفر، البندنج مومنت دايجرام اول الكاميرا بام واخر الكاميرا بام، يبقى ادي البندنج مومنت دايجرام ويرسم جهه دي للسهم، وده ام وده ام. طيب حد لاحظ ايه؟ انا هو هل في لود؟ مفيش لود، الشير طلع بصفر، وبالتالي انا عارف ان المومنت بيساوي تكامل الشير او ميل المومنت بيساوي الشير، يبقى تكامل الصفر يطلع بثابت، عشان كده البندنج مومنت طلع ثابت. طيب افرض ان انا جيت قلت لك لو سمحت من فضلك، لو انا جيت اديت لك كاميرا زي كده ورسمت لك كاميرا زي كده، حطيت ان هو الكونسنتريتد لود في النص والمسافه دي ال على 2 والمسافه دي ال على 2، هنا حطيت لك كونسنتريتد لود في اي حته والمسافه دي A و B والتوتال اسمه L. لو سمحت عايز ارسم الشيرنج فورس دايجرام وعايز ارسم بندنج مومنت دايجرام، ادي الشيرنج فورس دايجرام وادي بندنج مومنت دايجرام، هنا برضو عايز ارسم شيرنج فورس دايجرام وبندنج مومنت دايجرام، ادي شيرنج فورس دايجرام وادي بندنج مومنت دايجرام. هشتغل بالراحه خالص، هقول لو سمحت من فضلك انت لو عايز تحسب اي مساله، ادي مساله واحد وادي مساله اثنين، انا ما بتفلسفش. اول حاجه هعملها ويكالكليت الاكشن سيجما اكس بصفر، هاخد مومنت هنا بي في ال على 2 على التوتال ال، يبقى ده مقداره بي على 2 والرياكشن ده مقداره بي على 2، يبقى انا حسبت الرياكشنز بتوعي. على فكره لو انا عندي كاميرا وانا واقف في نص الكاميرا وزني 1 طن، يرمي نصه يمين ونصه شمال، يبقى نص ونص. لو انا قربت شويه من السبورت ده شويه، ده يزيد شويه وده يخس شويه. لو قربت وجيت وقفت فوق السبورت، ده ياخد كل اللود وده يطلع بصفر. لو عندي كانتليفر، ده يزيد عن اللود وده يطلع بالنيجاتيف، وهنشوف الكلام ده في المسائل. لو سمحت من فضلك عايز اقسم شيرنج فورس دايجرام، يبقى هبدا من الشمال هطلع بي على 2، هفضل ماشي ثابت، هقابل البي هنزل ناقص بي على 2، هقفل يبقى ده بي على 2 ده بي على 2 ده بي على 2، ههشر ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين او الديتم احط الاشاره بتاعتي. طب البندنج مومنت هحسبه فين؟ يحسب البندنج مومنت اول واخر الكاميرا عند كل كونسنتريتد لود، عند تغير انتنسي اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. لو سمحت من فضلك المومنت هنا اول الكاميرا بصفر اخر الكاميرا بصفر، عند السكشن ده يا اما احسبه من اليمين يا اما احسبه من الشمال، واحد مره هحسبه يمين ومره شمال، يطلع بي على 2 في ال على 2 يعني بي ال على 4، لو حسبته من الناحيه الثانيه يطلع بي على 2 في ال على 2 يعني بي ال على 4. كلام جميل، يبقى المومنت بتاعي لو حسبته من اليمين زي بالظبط ما احسبه من الشمال. هنتعود بعد كده هنحسبه في المسائل من الناحيه الرايقه، يعني الناحيه اللي فيها احمال اقل عشان تبقى الحسابات اقل،
يبقى انا عايز احسب عند السكشن ده، يبقى المومنت بتاعي جه قد ايه للسهم، يبقى بي ال على 4. هوصل كده واوصل كده، هجيب القلم الرفيع اهشر واحط الاشاره، يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده از ذا بيندنج مومنت دياجرام. طيب ان شايفين احنا بنبني المسائل سوا حبه حبه وتاتا تاتا عشان ايه نبقى فاهمين. لو جات لي مساله زي كده سيجما اكس بحسب رياكشن بصفر، عندي نوت الرياكشن ده يطلع بي في ايه على ال، والرياكشن ده يطلع بي في بي على ال. واحد يقول لي يا دكتور انت ما رسمتش نورمال. يا جماعه الاكس بصفر يبقى النورمال بصفر، مش وقته دلوقتي. اوكي، عايز ابدا ارسم الشرينك فورس دياجرام. برسمه ازاي؟ ببدا من جهه اليسار، بطلع مع اللي طالع، يبقى بي بي على ال، هفضل ماشي كونستنت، هنزل بي هيتبقى لي بي اي على ال، ههشر ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين، يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده هو از ذا شيرنج فورس دياجرام. عايز ارسم بيندنج مومنت، برسم بيندنج مومنت هقولها للمره الالف، اول واخر الكاميرا عند كل كونسوليد لود، عند تغير انتنس اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. اول الكاميرا هنا بصفر، اخر الكاميرا هنا بصفر، عند السكشن ده لو حسبته من ناحية اليمين يبقى بي اي في بي على ال، يبقى بي اي بي على ال، لو حسبته من ناحية الشمال يبقى بي بي ال في اي، يبقى بي اي بي على ال. يعني ان البندنج عند السكشن ده هيطلع ديل السهم لتحت والفاليو بتاعته بي اي على ال، بي على ال، بي اي بي على ال. ههشر ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين، احط الاشاره، يبقى ده شكل الايه؟ البندنج اللي عندي. طيب افرض ان انا جيت قلت لك لو سمحت من فضلك، لو انا رسمت لك كده كاميرا وقلت لك الكاميرا دي ادي الطول بتاعها ال وعليها مومنت الكابل كده ام، ورسمت الكاميرا تانية دول المين والكاميرا دي عليها كابل كده جاي في وسط الكاميرا ام، والمسافة دي A و L، A و B، والتوتال سبان عبارة عن L. لو سمحت من فضلك انا ما بتفلسفش، دي كيسز ستاندر كيسز، يعني حالات بنستخدمها كتير جوه المسائل او بتبقى حته صغيره من المساله، فلازم تبقى في ذهنك عشان ما تلخبطش في الحل. فانا لو سمحت من فضلك هعمل دايجرام واحد للشير واعمل دايجرام واحد للبندنج، يبقى دي شيرنج فورس دايجرام، واحد بندنج مومنت دايجرام. اول حاجه هعملها هقول ايه؟ هقول لو سمحت من فضلك بلاش فلسفه، احسب رياكشن سيجما اكس ده بصفر، عندي هحط صباعي هنا يبقى ام، يبقى الرياكشن ده هيطلع ام على السبان ال، لو الرياكشن ده طالع من سيجما الواي الرياكشن ده نازل ام على ال. شيرنج فورس هبدا من الشمال هطلع مع هنزل يبقى ام على ال، هفضل ماشي كونستنت، قفلت معايا ام على ال، حطيت الاشاره يبقى دي نيجاتيف. البندنج مومنت دياجرام بحسبه فين؟ اول واخر الكاميرا عند كل كونسنتريتد لود، عند تغير انتنسي اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. يبقى انا هقول لك لو سمحت من فضلك اول الكاميرا هنا بصفر، اخر الكاميرا هنا الفاليو بتاعتي عباره عن ام، عرفت نقطتين وصلت ما بينهم، يبقى دي البندنج مومنت دياجرام. طبعا الاحظ ايه؟ الشير ثابت، المومنت طلع خط مستقيم، او ان ميل المومنت بيساوي الشير، او ان تكامل الشير بيساوي المومنت. طيب لو انا جيت قلت لك لو سمحت من فضلك تعالى كده نحسب الحاله الثانيه، الحاله الثانيه هقول لك ايه؟ هقول لك لو سمحت من فضلك عايز ارسم شيرنج فورس دايجرام وعايز ارسم بندنج مومنت دايجرام، ادي الشيرنج فورس دايجرام وادي البندنج مومنت دايجرام. شيرنج فورس دايجرام يبقى لازم احسب رياكشن سيجما اكس بصفر،
لو سمحت ام يساوي واي في ال، يبقى ده ام على ال من سيجما واي، ده يطلع ام على ال. شيرينج فورس هنزل ام على ال، همشي ثابت هطلع الام على ال، هعشر واحط الاشاره تحت الديتم يعني نيجاتيف. طيب عايز ارسم بيندنج مومنت، هرسم بيندنج مومنت عند كام نقطه؟ اول واخر الكاميرا، عند كل كونسنتريتد لود، عند تغير انتنسي اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. لو سمحت اول الكاميرا هنا بصفر، يبقى احط نوع بصفر، اخر الكاميرا هنا بصفر. مره قبل الكابل يبقى يطلع المومنت عباره عن ايه؟ ام ال في ايه؟ يبقى عندي مومنت ان هو كده مقداره ام ايه على ال. عايز احسب بعد الكابل، يبقى ام على ال بي، يبقى لاحظ البندج ان هو مقداره ام بي على ال. هعشر ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين، يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده البندج مومنت. شغلي صح ولا غلط؟ شغلي صح. ليه؟ لان حصل عندي دروب من النقطه دي لحد النقطه دي مقدار ومقدار الكابل بتاعي. طيب افرض جيت قلت لك حاجه مشهوره جدا عندنا، لو انا عندي كاميرا والكاميرا دي سيمبل بيم، والكاميرا السيمبل بيم دي هيت عليها يونيفورم ديستريبيوتد لود دبليو تن بير متر دان، وعندي ادي التوتال سبان ال، وعايز ارسم شيرنج فورس دايجرام، وعايز ارسم بندج مومنت دايجرام. لو سمحت من فضلك انا ما بتفلسفش، اول حاجه اعملها هيحسب الاكشنز. طب انا عندي ان هو لود، التوتال لود ده هو عباره عن ايه؟ دبليو في كابيتال ال، يديني الاكشن اهو دبليو ال على 2، ويديني الاكشن اهو دبليو ال على 2. الاكس طبعا بصفر، عشان كده مش هرسم نورمال فورس. طيب عايز اعرف معادله الشير هتساوي ايه، ومعادله المومنت هتساوي ايه، او شكل الشير هيطلع ايه وشكل المومنت هيطلع ايه. لو انا خدت سيكشن وسميت السيكشن ده اس اس على ديستنس مقدارها انا هو اكس، خد بالك انا الشير اللي هنا ده شويه اللود ده هيطلع عباره عن دبليو في المسافه اكس. طيب انا الشير معادله الشير بجيبها اللي هي سيجما واي، يبقى كيو عند السكشن اس يساوي اللي هطلعه اللي هو دبليو ال على 2 ناقص اللي هنزله اللي هو دبليو في الاكس. ادي معادله الشير. طيب انا عايز اسال سؤال، انتوا ناس كلنا كنا علمي مفيش فينا حد ادبي، لو انا عندي معادله زي كده المعادله دي معادله ايه؟ من انهي درجه؟ على فكره المعادله دي من الدرجه الاولى الفيرست ديجري، يعني خط مستقيم. عايز اوقعها ات اكس بيساوي صفر هيطلع ان هو دبليو ال على 2، ات اكس بيساوي ال ناقص دبليو ال على 2، الريليشن اللي بينهم عباره عن خط مستقيم. ههشط ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين، يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده از شيرنج فورس دايجرام. الاحظ حاجه، دبليو هنا كان كونستانت، دبليو ثابته، دبليو تن بير متر دان، الشير طالع من انهي درجه؟ من الدرجه الاولى. اتوقع البندج مومنت يطلع من انهي درجه؟ هنشوف. لو سمحت انا عايز احسب المومنت عند السكشن اس، هيطلع دبليو ال على 2 مضروب في اكس ناقص دبليو اكس في اكس على 2. ادي معادله المومنت. معادله المومنت دي هي معادله من انهي درجه؟ دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى سكند ديجري بارابولا. لو سمحت من فضلك ات اكس بيساوي صفر، ام تساوي صفر،
عند اكس بيساوي ال ام بيساوي صفر. طيب فين الماكسيموم بوزيتيف بيندنج مومنت ات بوينت اوف كيو تساوي صفر؟ يبقى الماكسيموم حط ان هو اكس، يعني ات اكس بتساوي ال على 2، يعني الام ماكسيموم البوزيتيف هيطلع زائد دبليو ال تربيع على 8، ويبقى الفاليو بتاعتي ان هو في النص عند الاكس بيساوي ال على 2. هاخد كده، ده هاخد دبليو ال تربيع على 8، وارجع اخد تاني دبليو ال تربيع على 8، وارسم اول مماس واول مماس، هنصف المسافات دي هرسم مماس التاني. على فكرة احنا بنعملها بكل بساطة، ان انا عندي الاولدنت ده دبليو ال سكوير ده على 8، وهرسم بارابلا عبارة عن سكند ديجري بارابلا. السكند ديجري بارابلا دي هيت، ده عبارة عن بارابلا من الدرجة التانية، ودي اللي هنعلقها تملي في كل المسائل، هنشوفها وهنحلها. طب نرجع للحتة الفاضية اللي هنا. احنا عرفنا ان انا لو عندي يونيفورم لود على كاميرا الشير يطلع خط مستقيم، والبندنج مومنت بارابلا دبليو ال سكوير ده على 8. طيب لو انا جيت قلت لك لو سمحت من فضلك عايز احسب البندنج مومنت هنا، الرياكشن ده بصفر، التوتال لود ده يطلع دبليو في ال، سيجما واي يطلع ده دبليو ال، والمومنت ان هو ده يطلع عبارة عن دبليو ال في ال على 2، يعني دبليو ال تربيع على 2. يبقى انا عرفت اليونيفورم لود في نصه يطلع بوزيتيف دبليو ال سكوير ده على 8، على احد طرفيه يطلع نيجاتيف دبليو ال سكوير ده على 2. لو سمحت الشيرينج فورس دايجرام، ادي الشيرينج فورس دايجرام، هطلع دبليو ال وانزل دبليو ال، يبقى ادي الشير بتاعي. البندنج مومنت دايجرام، اول الكاميرا بصفر، اخر الكاميرا بدبليو ال تربيع على 2، هوصل كده. الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ الكلام ده غلط، لان ما خدتش الايفكت بتاع اليونيفورم لود ما بين التو بوينتس. يبقى هاجي في نص المسافه وانزل مسافه مقدارها دبليو ال تربيع على 8، واروح راسم البارابولا بتاعتي، ويبقى شكل البندنج مومنت بتاعي عباره عن بارابولا. هنا التانجنت هيكون افقي، وادي البندنج مومنت في حاله الكانتيلفر. الكلام اللي انا كاتبه على التخته ده لو سمحت من فضلك هقول عليه كلمه بايخه، يفهم ويحفظ. يعني ايه يحفظ؟ يعني يبقى تملي في دماغك. اوكي، انا هناخد اول اكزامبل، هقول لك درو النورمال فورس شيرنج فورس and bending moment diagrams. على فكرة ده صيغة السؤال بتاعي، ان انا هرسم نورمال وشير وبندنج، او يقول لك هي هي draw the internal force diagram. اول حاجة انا هرسم مسألة لطيفة جدا، عندي عبارة عن كانتليفر، الكانتليفر ده طوله 4 متر، 2 متر و2 متر، عليه كابل 2 متر طن، عليه فورس بتميل 4 ل 3 10 طن، وبقول لك لو سمحت من فضلك انا عايز ارسم الانترنال فورس دايجرام، او عايز ارسم النورمال فورس دايجرام والشيرنج فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. يبقى هكتب نورمال فورس دايجرام، شيرنج فورس دايجرام، وبندنج مومنت دايجرام. اول حاجه احنا هنبدا نحل مساله. اول حاجه بعملها بحاول اجهز المساله للحل. خد بالك انا اهوت عندي فيكسد، يبقى عندي رياكشن اكس واي ومومنت، اي لود مايل هحلله
يبقى ده هيطلع 6 طن وده كده هيطلع 10 في 4 على 5 8 طن. هبتدي احسب رياكشنز سيجما اكس يبقى اكس ايه بتساوي 6 طن، سيجما الواي اكس ايه اسف بتساوي 8 طن، سيجما الواي يبقى الواي ايه بتساوي لو سمحت من فضلك 6 طن. وحد لاحظ ان انا بحط الحاجات في براويز لاني هستخدمها دلوقتي. سيجما المومنت عندي 6 في 2 ب 12 وعندي 2 تتنقل ب 2 يبقى عندي المومنت بتاعي 14 متر طن. انا دلوقتي اول حاجه عملتها حسبت الكومبوننتس اوف ريأكشنز. لو سمحت من فضلك عايز ارسم نورمال فورس دايجرام. السكشن ده النورمال اللي عليه زائد 8 طول ما انا ماشي هنا 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 لحد هنا عندي زائد 8. السكشن ده لو حسبته من الناحيه دي على فكره عمليه في منتهى البساطه، ده زائد وانا راسم الدياجرام بتاعي يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده از ذا نورمال فورس دياجرام. طبعا انت سيادتك في ورقتك هتكتب سكيل، هتقول الواحد مثلا سنتي يساوي 8 طن، يعني هتاخد الاوردنت ده عباره عن 1 سنتي على الكراس بتاعك. شيرينج فورس دياجرام، احنا قلنا بالنسبه للشيرينج فورس دياجرام ببدا من جهه اليسار واطلع مع الطالع وانزل مع النازل يبقى اطلع 6، همشي ثابت هقابل 6 بقيت 0، مش هقابل حاجه تاني، ههشر ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين يبقى الشكل اللطيف ده هو عباره عن الشيرينج فورس دياجرام. بندج مومنت اول واخر الكاميرا، يحسب البندج مومنت عند اول واخر الكاميرا عند كل كونسنتريتد لود، عند تغير الانتنسيتي اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. المومنت عند السكشن ده زائد ده عباره عن في 2 متر طن ودي للسهم الفوق. لحد هنا المومنت ده مقداره كام؟ 2. حد لاحظ حاجه؟ المومنت في الجزء ده ثابت، الشير اللي قباله بكام؟ بصفر، لان انا عارف ان المومنت بيساوي تكامل الشير او ان ميل المومنت بيساوي الشير، يبقى انا باكد كل المعلومات اللي احنا قلناها قبل كده. عندي المومنت عند السكشن ده كام؟ 14 متر طن ودي للسهم الفوق. هوصل كده هوصل كده هجيب القلم الرفيع اهشر يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده is the bending moment diagram. طيب هضرب لنا مسألة كمان قبل ما نخلص المحاضرة. عندي ادي كانتليفر، عندي لود ان هو 3 طن، انا مش هشرح بقى، انا عندي ان هو ده كده 2 طن بير متر ران، وعندي عند الجزء ده في 2 طن. المسافات بتاعتنا 2 و2، وجات لي المساله دي وقلت لك لو سمحت من فضلك انا عايز ارسم الثلاثه internal force diagrams او عايز ارسم النورمال والشير والبندنج. ادي النورمال وادي الشير وادي البندنج مومنت. هقول نورمال فورس دياجرام، هقول شيرنج فورس دياجرام، واقول بندنج مومنت دياجرام. لو سمحت من فضلك هنجهز المساله للحل. يعني ايه هجهز المساله للحل؟ اليونيفورم لود ده 2 طن، يبقى 2 في 2 ب 4، سيجما اكس بصفر، سيجما واي عندك 3 و4 7 و2 9. عندي المومنت اللي هنا 3 في 2 ب 6، وعندي 4 في 3 ب 12، وعندي 2 في 4 ب 8، يبقى المومنت اللي جاي هنا كده 26.
26 متر طن. لو سمحت من فضلك عايز ارسم نورمال فورس، مفيش اي اكس لود، زيرو. الشيرنج فورس هبدا من جهه اليسار هطلع 9، همشي ثابت، هنزل 3 بقيت 6، هنزل 4 بس الاربعة هنزلهم على سلم لان ده يونيفورم لود، لان انا كده مزجزجهم او عاملهم لود كانه زجزاج على اساس ان انا اخد بالي وانا برسم الشير. هنزل كده هبقى 2، هقفل الدايجرام. يبقى الشكل اللطيف ده شيرنج فورس دايجرام. بندنج مومنت دايجرام، اول واخر الكاميرا عند كل كونزيد لود، عند تغير انتنسيتي اوف لود، عند كل كسره قبل وبعد الكابل. اول الكاميرا بصفر. عند السكشن ده احسبه يا اما من اليمين يا الشمال، احسبه من اليمين. 4 في 1 ب 4 و2 في 2 ب 4، 4 و4 يبقوا 8. هوصل كده. هقول الكلام ده غلط ليه؟ لان ما خدتش الايفكت بتاع اليونيفورم لود. يبقى هنزل بارابلا، الاودنت بتاع البارابلا في نص المسافه 2 في 2 تربيع على 8 يعني بواحد. عايز احسب عند اخر نقطه ب 26 متر طن. لو سمحت من فضلك هعشر ما بين الفاينل كيرف والسنتر لاين، يبقى الشكل اللطيف اللي انا رسمته ده از ذا بندنج مومنت دايجرام. هنبدا، احنا ما عندناش حاجه لغير ان احنا نشتغل. هنبدا من المحاضره الجايه ما عندناش حاجه لغير نشتغل مسائل.